شو رأيك يا أخت فيفي؟ هو فعلا التلمذة بتخلي الواحد يقدر يفهم معاملات الله وإزاي بيتغير يوم بعد يوم في كل سلوكياته، في حياته، في معاملاته، في شغله. في الرب بيغير فينا، فمن خلال التلمذة احنا بنتغير يوم من مجد المجد ومن قوة لقوة، من خلال قعدتنا قدام الكتاب وتعلمنا حياة المسيح ازاي ونعيشها سلوك عملي. ده بيخلينا مختلفين قدام الناس ويبان في حياتنا العملية الطبيعية. فمش بنصطنعها، مش بنحاول نعملها، لكن هي طبيعية بتظهر في أخلاقنا، في سلوكنا، في كلامنا، في صدقنا. أنا بشوف إنه هاي مسؤولية خطيرة بصراحة وصعبة حقيقي، يعني لأنه المسيح يعني طلب مواصفات صعبة لشروط التلمذة. فالفكرة إنه اليوم حتى جيل اليوم، على فكرة الجيل الشباب بيستخدم العبارة في الإنجليزي don't talk the talk but walk the talk، يعني ما تحكيليش بس مجرد كلام، أنا عاوز أشوف حياتي. يعني حياتك طبعاً. وعاوز أشوف هويتك وشخصيتك من خلال حياتك ومن خلال كلامك.